أكد سفير المملكة المتحدة بالمغرب وموريتانيا توماس رايلي أن المقاولات البريطانية مدعوة للاستثمار في الأسواق الصاعدة بما فيها المغرب في حال انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي كما هو متوقع. وأوضح رايلي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الرابعة لأيام سوق الرأسمال المغربي التي انعقدت من 15 إلى 16 أبريل ببورصة لندن أنه عند وقوع البريكسيت يجب على المقاولات البريطانية أن تكون أكثر ثقة وأن تستغل الفرص التي توفر الأسواق التي تستثمر فيها بشكل كافي بما فيها المغرب. واعتبر رايلي أن المغرب يشكل فرصة كبيرة للسوق البريطانية وهو ما لم يتم استغلاله على النحو الأمثل من قبل مقاولاتنا، مؤكدا على أن أهمية هذا اللقاء الذي من شأنه تقريب من المقاولات البريطانية والسوق المغربية. فأيام سوق الرأسمال المغربي يقول السفير مناسبة لإبراز المؤهلات التي يزخر بها المغرب خاصة في قطاع المالية الذي يحظى بأهمية بالغة سواء بالنسبة للندن أو الرباط، مضيفا أن الشراكة بين بورصة لندن وناظرتها في الدار البيضاء تشكل رابطا متينا بالنسبة للمحطتين الماليتين والذي سيتعزز أكثر في المستقبل. وأشار السيد رايلي إلى أن الدار البيضاء باعتبارها ثاني أكبر بورصة على المستوى المالي في إفريقيا تشكل فرصة سانحة للمقاولات البريطانية لولوج ليس فقط السوق المغربية بل أيضا مجموعة القارة الإفريقية. وتهدف أيام سوق رأس المال المغربية المنظمة بمبادرة من بورصة الدار البيضاء ومجموعة بورصة لندن بتنسيق مع سفارة المغرب بالمملكة المتحدة إلى النهوض بالمركز المالي للدار البيضاء لدى المستثمرين الأجانب والترويج للسوق المغربي للرساميل. كشف عبد الرحيم منار السليمي الأستاذ الجامعي ورئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني في تصريح على أن العلاقات المغربية الإماراتية تشهد توترا كبيرا. وحسب السليمي فإن المغرب يتجه لتعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية مع كل من قطر والسعودية في الوقت الذي تشهد هذه العلاقات تراجعا مع الإمارات. ويضيف ذات المتخصص في العلاقات الاستراتيجية والأمنية على متن تصريحه أن استثناء وزير الخارجية المغربية دولة الإمارات العربية المتحدة من الزيارة الأخيرة لمنطقة الخليج مؤشر على وجود توتر كبير في العلاقات المغربية الإماراتية. ذات المتحدث شدد على أنه بقدر ما يبدو أن هناك حوار مغربي سعودي بعد الأزمة الأخيرة ساعدت عليه شخصيات السعودية القديمة، فإن التباعد بات بعيدا بين المغرب والإمارات حيث يبدو أن مجموعة ملفات قادت إلى وضعية التوتر الحاصلة رغم الصمت الموجود لحد الآن. وأول هذه الملفات هي الأزمة الليبية، ذلك أن الإمارات اشتغلت منذ ما يزيد عن 3 سنوات على عرقلة اتفاق الصخيرات وهي عرقلة للمجهودات التي قام بها المغرب والأمم المتحدة للتقريب بين أطراف الأزمة. ولعل العمل العسكري الأخير الذي قاده حفتر في ليبيا بمحاولة الوصول إلى طرابلس والغرب الليبي دلالة واضحة على وجود أيادي إماراتية ومصرية تستهدف اتفاق الصخيرات والمساعي الدبلوماسية المغربية، لأن حفتر لا يمكنه التحرك دون ضوء أخضر من الإمارات. وثاني الملفات مرتبط بشريط قناة العربية العذائي ضد السيادة المغربية، حيث يبدو أن سلطات أبو ظبي لها يد في شريط قناة العربية ما دامت القناة موجودة فوق الأراضي الإماراتية. فرغم اندلاع الأزمة بعد الشريط مع السعودية فإن دولة الإمارات لم تكن بعيدة عن هذا الشريط، خاصة وأنه سبق لقناة أبو ظبي الإماراتية أن قامت بإشارات شبيهة بما قامت به قناة العربية قبل التراجع. وثالث الملفات يتمثل في موقف أبو ظبي من الحركات الإسلامية في شمال إفريقيا، ذلك أنها تريد من تونس والمغرب أن يدخل في صراع مع الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، وهو ما ترفضه الدول المغاربية التي تبدو حريصة على عدم انتقال ما يجري في الشرق الأوسط ومصر إلى المنطقة المغربية. فموريتانيا وحدها هي التي يبدو أنها تقبل بالصراع المفتوح مع الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، رغم أن التجربة المغربية للإسلاميين مختلفة تماما عن تجربة الإخوان في مصر.
ورابع الملفات يرتبط بمحاولة الاختراق الإعلامي للمغرب، وهي مسألة خطيرة يبدو أن الهدف منها هي محاولة التأثير في الرأي العام وتنقيل كل مواقف دولة الإمارات من القضايا الخلافية في العالم العربي نحو المغرب وتونس. وخامس ملفات التوتر مرتبط بصراع جيوديني لا زال في بدايته تقوده دولة الإمارات ضد المغرب بأدوات مصرية في غرب إفريقيا وأوروبا. وخلص سليمي إلى أنه يتبين من خلال كل هذه القضايا الخلافية أن التباعد بات كبيرا بين المغرب ودولة الإمارات، فالعلاقات الاقتصادية لم تتقدم بشكل كبير مقارنة بقطر والسعودية، حيث أن الإمارات تركز على مصر أكثر من غيرها. ويضيف سليمي أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المغربية لدولة السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان هي عملية وساطة بين قطر والسعودية قد تعطي نتائج، لأن الظرفية باتت مهيئة للقيام بهذه الوساطة، وقد نشاهد تقاربا قطريا سعوديا. مقابل ذلك تبدو مسافة التباعد بين قطر والإمارات بعيدة جدا. أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يوم الاثنين قدومه للمغرب دون الكشف عن سبب هذه الزيارة. ونشر تركي آل الشيخ المثير للجدل تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب فيها في الطريق نحو المغرب. وقد عرفت هذه التدوينة ردود أفعال غاضبة من قبل عدد من المغاربة والذين لم يرحبوا بقدومه. وفي السياق ذاته أكد مسؤول من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن زيارة الرجل الذي تم إبعاده من تسيير أمور الرياضة في السعودية ليس له أي برنامج أو لقاء مع القائمين على الشأن الكروي في البلاد، ولا علم لدى الجامعة المغربية بقدومه ما يرجح فرضية قدومه للمملكة في زيارة سياحية. ويملك آل الشيخ سمعة سيئة في المغرب بعد أن كان واحدا من أعداء الملف المغربي لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، وقدم دعمه الكبير للملف الأمريكي المنافس، كما حشد دعم مجموعة من البلدان العربية والغير العربية ضد الملف المغربي. إليكم تدوينة تركي آل الشيخ وبعض ردود المغاربة الرافدين لهذه الزيارة. وقعت شركة DHL Global Forwarding الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات الجوية والبحرية والطرقية عقدا مع ميناء طنجة المتوسط لتركيب مركز للخدمات اللوجستية لإفريقيا وأوروبا في منطقة طنجة المتوسطة اللوجستية. ووفق صحيفة لا نوفيل الاقتصادية الناطقة بالفرنسية سيكون هذا المحور الذي تبلغ مساحته 6000 متر مربعة أكبر مستودع لشركة DHL يقع عند مدخل الأسواق الدولية لعملائها، خاصة بالنسبة للواردات والصادرات من وإلى أوروبا وإفريقيا. وسيمكن هذا المشروع الذي سيتم تشغيله في مايو 2019 المجموعة من تقديم حلول وخدمات كاملة لعملائها، مثل تسهيل التخليص الجمركي وإدارة سلسلة التوريد، بالإضافة إلى خدمات النقل الجوي والبحري.
من ناحية بموقعها الاستراتيجي تمثل طنجة ميد فرصة عظيمة لنا، تقول كريستال فاضلة مديرة الشركة إن سعتها من حيث الاتصال المتعدد الوسائط لا سيما البحرية وكذلك الطرق عبر شبكة الطرق السريعة الموصلة بالدار البيضاء وجنوبا ستتيح لنا تمديد وتحسين خدماتنا المقدمة لعملائنا، تضيف الشركة في بيان لها. وجدير بالذكر أن منطقة طنجة ميد اللوجستية هي الخيار الأمثل للشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات ومشغلي الخدمات اللوجستية الذين يتطلعون إلى تحسين عملياتهم اللوجستية وإعادة توزيع تدفق بضائعهم إلى أوروبا وإفريقيا وأمريكا.